السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أنا ما أعرف إيش اللي صار هنا. شوف مكتوب بالفرنسي تضيع وقت اللغة الفرنسية. لا لا أتكلم. والله أتكلم جد. أنا أتكلم بكل جدية. يعني اللغة الفرنسية ليست لغة العلم، ليست لغة السياحة، ليست لغة الحضارة، وفرنسا من الدول المتخلفة في الإدارة. طيب لا يعني تكلم عن التخطيط الاستراتيجي كمثال، تخطيط استراتيجي 13 طريقة رئيسية في التخطيط الاستراتيجي، كلها 100% أمريكية، ما في ولا واحدة فرنسية أو ألمانية أو حتى يابانية، ما في، كلها صفر. لغة العلم اليوم احفظوها يا شباب، لغة العلم هي الإنجليزية. إن شاء الله يوم من الأيام ستصبح العربية كانت اللغة العربية. عندي إثباتات من الكتب الغربية أن اللغة العالمية للعلم كانت اللغة العربية في العالم، وسترجع إن شاء الله. بس حاليا إلى أن نصل إلى ذاك الوقت لا بد أن نتعامل مع هذا الوقت. حاليا لغة العلم والسياحة هي اللغة الإنجليزية. 80% 80 80% من الأبحاث العلمية في كل المجالات بما فيها الشرعية تصدر باللغة الإنجليزية، و20% جميع لغات العالم الأخرى المجتمعة. اللغة الفرنسية ترتيبها بين اللغات في انتشارها هي رقم 16، فلا فائدة منها لا في سياحة ولا في علم ولا في بناء حضاري ولا في إدارة. فطبعا بحكم تاريخكم وهيمنات الفرنكفوريين اللي يجب أن تتخلصوا منها، ما زلتم متعلقين بالفرنسية، فيجب أن نكسر هذا الحاجز لأن لا فائدة منه. انتبهوا لهذا وتعلموا الإنجليزية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.